هذا الصالون الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لطائرة أبي زريا، والتي وضعت تطوير شعب الصناعات ضمن أولوياتها بما يتوافق مع التطور الذي تعرفه هذه الأخيرة على المستوى العالمي، ولما تتوفر عليه الجزائر من كفاءات علمية وتحكم في التكنولوجيات وإمكانيات تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال خاصة على الصعيد الإفريقي. المعارض هذه ساعدنا خاطر سي خاص لاندستري، وحنا لو ديفلوبمون تاع لاندستري سي ان بارت تري امبورطونت بور نو فير كونيتر اوبري دي زاندستريال هنا في الجزائر اوبري دي زابليكاتور تاع نت اللي عندهم دور مهم في لابليكاسيون تاع لي برودوي تاعنا. الهدف مشاركه المجمع ايميتال في هذه الطبعه هو تعريف يعني بمنتجاته، on cherche à prendre des parts de marché, à faire connaître nos produits ou à connaître la concurrence, bien sûr, connaître la concurrence, les nouvelles technologies.